الحمد لله كنا جماعه، كنا جميعا اصدقاء وداك الشيء مريحين. طاحت لنا هذه البادره هذه، قلنا علاش ما نقدروش نفكروا في واحد البادره ديال التبرع بالدم، لان بهذه البادره هذه ممكن تعتق روح ولا جوج ولا ثلاثه. وكنطلبوا من هذا المنبر هذا ديال شوف تي في اللي كنشكرهم على الحضور ديالهم والمواكبه ديالهم لهذه البادره. كنتمنوا بالله باش يكون هذا التبرع، هذه الحمله هذه تكون دائمه، ما تكونش تكون دوريه، وماشي نبقاو نديروه مره ونغيبوا 10 سنين ولا نغيبوا 5 سنين ولا 6 سنين. ففكروا دائما راه كاينين امهات واباء واخوان ديالنا راه محتاجين القطره من دم. فتحيه لكم، وكنتمنى من الله يكون النداء ديالي وصل لقلوب المغاربه كاملين. حنا جينا نديروا هذه البديله هذه، وبغينا زعما كاين جميع الاخوان يعتقوا الناس. حنا بغينا نديروا هذه الحمله التبرعيه باش نعتقوا اخواننا المغاربه ولا والدينا وخوتنا واصحابنا واصدقاء ديالنا. وكنتمنوا من الله كل شيء يتجاوب مع هذا النداء هذا، انه كاين خصاص في الدم. وحنا خدنا هذه البديله هذه كصقور، واحد مجموعه كنتكونوا من 50 شخص، خدنا هذه البديله هذه باش نجيو نتبرعوا بالدم، ونطلب الله يتقبل منا هذا الاجر هذا وهذا الشيء في سبيل الله. انا فايت متبرع، هذه هي حادس مره كنتبرع الحمد لله. وهاد مني داروا النداء الاخوان لهذه البادره هذه، تطوعنا وجينا باش نلبيو هذا الطلب هذا. وكنتمنوا كاع المغاربه يتضامنوا. التغطيه الحمراء احنا واحد المجموعه تقريبا دابا كنفوقوا 60 شخص اللي غنتبرعوا اليوم في سبيل الله لوجه الله. كيف ما كتشوفوا هذه الحمله اللي قاموا بها المهنيين سائقين سيط اجره باسم صقور مدينه الدار البيضاء، حمله ديال التبرع بالدم اللي هاد الشريحه ديال المهنيين اللي خداو معنا هذه البادره تطوعيه يعني تضامنيه مع هاد الضحايا ديال كوفيد، لا الوفيات رحمهم الله ولا اللي باقين، نتمنى لهم الشفاء العاجل باذن الله. حنا غناخذوا على عاتق ديالنا هذه البادره ديال التبرع بالدم ان شاء الله باستمرار، كل ثلاث شهور ان شاء الله غناخذوا هذه البادره مع المركز ديال تحقن الدم ولما في الصعيد الوطني ان شاء الله، اللي كاينين مكاتب اخرى كذلك على اللي غادي تشتغل على هذا الامر هذا باذن الله تعالى. تحيه للاخوان، تحيه للاخوان المهنيين اللي جاوا لباوا النداء ديال نقطه الدم بالتبرع، تحيه لهم جميعا.